الفيلم ديالنا كيبدا مع ايفانا اللي يلاه تحولت لواحد الدار جديده وجات من الخدمه عيانه وهي تدوش. من بعد اتصل بها شي واحد في التليفون ديال الدار وعلمها بلي لقى التليفون ديالها طايح، وحين تلقاه بلا كود داكشي علاش قدر يتصل بها، ولقى هذا الرقم هو اللي مسجل بسميه ديال الدار، وقال لها بلي دابا بغى يرجع لها التليفون. وقالت ليه ايفانا بلي هي فرحانه بزاف ملي تلاقات مع واحد الشخص محترم بحالو اللي غيرجع ليها التليفون ديالها اللي فيه بزاف ديال الاسرار ديالها. وقال ليها بلي هو كان جالس في نفس القهوه اللي كانت فيه، وملي طاح ليها التليفون كان كيجري موراها باش يلحقها، ولكن هي مشات. وقال ليها بلي هو سميتو ليو، وملي كانوا كيهضروا مع بعضياتهم اتصل بها طليق ديالها اللي سميتو دان، ويلاه كملوا الاجراءات ديال الطلاق. وعلمها دان بلي هو غيجي باش يدي الكلب ديالو باش يعيش معاه، ولكن ايفانا قالت ليه بلي هذاك الكلب ديالها هي، وقطعت عليه المكالمه. من بعد اتصلت بليو اللي قال ليها بلي هو بغى يعطيها التليفون ديالها، وفي نفس الوقت يتعرفوا على بعضياتهم وداروا موعد باش يتلاقاو بجوج بهم في نفس القهوه. وفعلا الغد ليه ايفانا مشات لديك القهوه، وملي وصلت لتما بقات كتشوف الرجال كاملين وكتقلب عليه فيهم وشكون فيهم اللي هو ليو. وكانت كتشرب واحد كاس القهوه وهي متوتره وتكبات عليها، وعلى الله حسات بشي واحد موراها كيعيط عليها. وملي تلفتات ما لقات حتى شي واحد، وتفاجات بزاف ملي قال ليها ليو باش تشوف شويه لتحت. من بعد بان ليها واحد قصير بزاف حيت هي كانت طويله، وكانت مصدومه ملي شافتو حيت الفرق ديال الطول بيناتهم كان واضح وباين، وما بقات عارفه ما تقول ليه. من بعد عطاها التليفون ولا كارت ناسيونال ديالو، وسولاتو علاش عطاها هاد لاكارت، وقال ليها باش تاكد مزيان من السن ديالو. بقات ايفانا كتضحك ولقات بلي هو راجل ظريف وكيعجبو الضحك، وعرفاتو على راسها وبلي هي خدامه محاميه، والاغلبيه ديال القضايا اللي مكلفه بهم هما ديال الطلاق والمشاكل اللي كتوقع ما بين زوج مجوجين. وقالت ليه الا عنده شي مشاكل بحال هادو يجي عندها ديريكت وغتوقف معاه، ولكن هو قال ليها هو ارمل وما مجوج وبلي هو خدام دكتور جراح، وسولها شنو كدير في هاد المدينه. وقالت ليه بلي تلقات من الراجل هذان، ويلاه تحولت لهنايا وسكنت في واحد البارطمان جديده، ودابا كتقلب على شي بيرو كبير باش ما تبقاش معاه في نفس الخدمه. وقال ليها ليو بلي عنده الحل اللي غيناسبها، واتصل بشي واحد في التليفون وطلب منها باش تمشي معاه، وطلعوا بجوج للطياره، وطلب منها باش تنقز من تما بالباراشوت، ولكن هي كانت خايفه بزاف حيت عمرها ما جربت هادشي، وخايفه لا تموت قبل ما تشوف العرس ديال خوها. ولكن هو شجعها وقال لها بلا ما تخاف بلي هادشي اللي غيديرو كيدخل في العلاج النفسي، وبلي هي غترتاح بزاف. من بعد نقزوا بجوج بهم دقه واحده، وبقاو طايرين في الهواء حتى وصلوا للارض، وكانت فرحانه بزاف حين تشجعات وقدرت دير هاد الخطوه. من بعد كنشوفوا الدكتور ليو اللي جا واحد الاتصال وعيطوا عليه من السبيطار، وعلموه بلي عنده واحد الحاله مستعجله. وملي وصلوا لتما لقاو بزاف ديال الصحافه والاعلام اللي كانوا حدا الباب، حين جابوا البابا لداك السبيطار حين تمرض على غفله وما عارفينش مالو. وملي دخلوا لداخل قال ليها بلي دابا هو غيخليها حين دابا عنده واحد العمليه مهمه. وملي دخل لداخل ايفانا سولت واحد الممرضه كانت حداها، وسولتها شكون هاد الشخصيه المهمه بزاف اللي جات لهنايا، وقالت لها هذيك الممرضه راه البابا هو اللي مريض داكشي علاش الصحافه هنايا. وهنايا كنشوفوا الدكتور ليو اللي كان في الغرفه ديال العمليات واللي استعمل السلوم باش يقدر يوصل للمريض، وملي سالا خرج عند الصحافه وقال لهم يطمئنوا مزيان على البابا راه الصحه ديالو مزيانه وبخير. وفي هذا الوقت ايفانا كانت في دارها وكانت كتفرج في الاخبار كاملين في التلفازه، وسمعات من اللي قالوا بلي الدكتور ليو هو اللي اعتقل بابا حيت هو دكتور نجح بزاف ومعروف عالميا. والغد ليه في الصباح مشات للمكتب اللي خدامه فيه مع دان باش يقسموا دوك الحوايج بيناتهم، وقالت ليه بلي بداك المكتب راه داروه بجوج بهم، ولكن هي ما بقاتش باغا تخدم معاه هنايا بلي هي غتقلب على شي بيرو اخر احسن من هذا وكبير. وملي خرجت من تما لقات ليو صيفط ليها واحد الميساج وعرض عليها باش يتعشاو بجوج بهم في واحد المطعم. وملي تلاقاو دوزوا وقت زوين بيناتهم، وتبان لينا بلي هما تغرموا ببعضياتهم واخا داك الفرق ديال الطول اللي كان بيناتهم. وكانت ايفانا فرحانه بزاف بالعلاقه ديالها مع ليو. من بعد كنشوفوها مشات مع ماماها باش تقيس الكسوه اللي غتلبس في العرس ديال خوها، وقالت ليها ماماها بلي هاد الكسوه خصها تقاد من بزاف ديال البلايص. وكانت ايفانا فرحانه بزاف، واي حاجه كتقولها ماماها كتوافق عليها، وماماها شكات فيها بلي واكله شي حاجه بنت ما كتعرضهاش نهائيا وديما غير ضحكه. وهنايا كنشوفوا ليو اللي يطلب من بنتو باش تخسر معاه الكومبلي اللي غيلبس حيت غيتلاقى مع ايفانا. من بعد كنشوفوه مشى لعندها العماره وكيتسناها باش شهر، وفي نفس الوقت كنشوفوا دان اللي كان جاي لعندها باش يدي الكلب يربيه عنده. وهنايا قالت ليه ايفانا باش يهبط الكلب في الدروج حيت ما كيحماش الاسانسور، وهي قالت ليه هكذاك بالعاني باش هي تهبط دغيا من الاسانسور وتبعد من حدا العماره هي وليو. ولكن في الاخر دان شافها وعرف بلي الطليقه ديالو مصاحبه مع راجل اخر وبلي هو قصير بزاف والفرق واضح بيناتهم،
من بعد دها ليو البلاصه اللي غيتهرو فيها وعزف ليها واحد الاغنيه رومانسيه. واحد شويه هو يبان ليه واحد السيد اللي مشى يتبسل على ايفانا، مشى ليو وقف حداها باش يعرف بلي شي واحد راه معاها، وداك السيد بقى كيضحك عليه حيت هو قصير بزاف، ولكن ليو ضر لعندو وتحداه في الرقص. ليو هو اللي ربح داك التحدي وكان كلشي كيتفرج فيه، وايفانا كانت فرحانه بزاف حيت قدر يحرج المنافس ديالو. ومن بعد مشات معاه ايفانا لدارو ودوزات معاه الليله تما، وملي فاقت في الصباح لقات بلي هو خلى ليها واحد الرساله وقال ليها بلي الدار دارها وتاخذ راحتها. وملي كانت كتمشى لقات بلي اي حاجه حداها سلوم باش ليو يقدر يوصل ليها. واخا هكا كانت فرحانه بالعلاقه ديالهم. من بعد مشات للبيرو ديالها اللي كانت خدامه فيه واللي مشاركه مع دان، واللي كانت ناويه باش خويه الى لقات بيرو جديد. وكان دان كيضحك عليها وعلى العلاقه ديالها مع ليو حيت هو قصير بزاف، وقال ليها بلي الناس كاملين الا خرجت معاه راه غيضحكوا عليها وغيتنمروا عليها حيت هو كيبان بحال شي قزام. وقال ليها كيفاش غادي يكون الشكل ديالك الا وقفتي حدا ماماك وحدا عائلتك. وفعلا ديك الهضره اثرت فيها، بقات كتفكر في الشكل ديالها قدام الناس. وملي مشات للدار عبرات الطول ديال ليو في واحد الحيط، وكانت كتخيل وهي واقفه حداه وكتعنقو. والغد ليه في الصباح جا عندها ليو لدارها، وملي دخل السانسور وما قدرش يوصل للبوطون ديال داك الطبق فين ساكنه، داكشي علاش كملها وطلع في الدروج. وهو كان جاي لعندها باش يطيب ليها الماكله، ولكن لقى بلي كلشي عالي عليه وكان كيستعمل الاثاث ديال الدار بلا ما تشوفو حتى كمل ليها ديك الماكله. ملي كانوا جالسين بجوج بهم، ايفانا اتصلت بها ماماها وصاتها باش تجيب كريف الحفله اللي غيديروا في العشيه. وكانت ايفانا كتهرب بالهضره حيت ما بغاتش تعرض عليه، وكانت خايفه لا تحشم قدام عائلتها، لكن في الاخر اضطرت باش تعرض على ليو حتى هو. وملي مشى لديك الحفله الناس كيتسحب ليهم الجاي ديال الالعاب البهلوانيه، تما لبسوا ليه واحد اللبسه ديال الارنب، وهنا يتعرف على العائله ديال ايفانا بداك اللبس اللي كان لابس. ومن بين دوك الضيوف كانوا الدكاتره تما، واللي كانوا كيعرفوا ليو مزيان بلي هو اشهر جراح. وهنايا ايفانا عرفته على العائله ديالها وبلي هو صديق. ملي رجع ليو للدار فاجاته بنته بلي هي تقبلت في الكليه ديال الطب، وكان هو فرحان بزاف وعنقها وما عطاهاش الفرصه باش تقول ليه اش من تخصص اللي تقبلت فيه، وكان كيتسحب ليه واش الكليه ديال الطب البشريه بحالو. من بعد كنشوفوه مشى عند ايفانا المكتب باش يفرحها بهذا الخبر، ولكن ما لقاهاش تما وقال للسكرتيره بلي هو غيتسناها حتى تجي. وجلس في الكرسي، وفي ديك اللحظه دخل عندهم دان اللي كان معصب بزاف حيت خاصم مع ايفانا، وبلي السبب هو داك الراجل القصير حيت ايفانا مصاحبه معاه وهي كتبغيه، واكيد هو قدر يسيطر ليها على عقلها. وكان كيهضر على ليو وما عرفش بلي هو جالس قدامه في ديك الكرسي. حتى ناض ليو على قفله ووقف وقال ليه باش يكمل الهضره عليه، وعطاه واحد التصرفيقه وبقاو كيدبزوا مع بعضياتهم. وما وقفوا حتى جات مامات ايفانا وخرج دان التليفون ديالو وسمعهم واحد الاوديو ديال ايفانا، واللي كانت كتقول فيه بلي هي ما تقدرش تستمر في هذه الحاله، بلي هي كتقلب على الحجم كبير باش تكون مرتاحه. وهنايا ليو فهم بلي ديك الهضره عليه، ولكن في الحقيقه راه هي كانت كتهضر على البيرو اللي كانت كتقلب عليه واللي خصو يكون كبير باش تكون مرتاحه. وليو تقلق بزاف ورجع للدار ولقى بنته اللي دايره الحفله. هنايا قالت ليه بلي هي ولات طبيبه بيطريه، بلي هو البارح ما خلاهاش تكمل هضرتها ودخلت عندهم ايفانا لديك الحفله وليو كان كيشوف فيها، وقال ليها بلي هما خصهم يتفارقوا حيت العلاقه ديالهم ما غاديش تنجح، وبلي هو ما يقدرش يوقف ليها قدام الخطط ديالها. وملي تفارقوا تحولت الحياه ديالهم لجحيم وحزن، وكل واحد فيهم كيبكي على الاخر وما قدروش يتحملوا هذا الفراق. وهنايا ليو وصلته الدعوه ديال الزواج ديال خو ايفانا، ولكن هو ما بغاش يمشي، ولكن بنته شجعته باش يمشي للعرس ويسمع لايفانا اشنو غتقول. وجا نهار العرس وكنشوفوا ايفانا اللي كانت لابسه وكتسنى ليو امتى غيجي. واحد شويه هو يوقف عليها دان ناني، ومشات عند ماماها وغوتات عليها وقالت ليها علاش عرضت عليه، وقالت لها ماماها بلي هي دارت داكشي اللي في مصلحتها، وقالت لها بلي باينه بلي انتي كتبغي دان خصوصا ملي سمعت ديك الهضره في المكتب، وبلي دان عنده داك التسجيل في التليفون ديالو. وهنايا ايفانا كاع ما فهمت علاش كتهضر ماماها، وقالت لها اش من هضره قلت. ودان كان كيحاول باش يسكت ماماها باش ما يتفضحش، ولكن ماماها كاع ما سكتات وعاودت ليها كلشي، وقالت ليها بلي هي قالت على ليو بلي هو كاع ما مناسب ليها، بلي هي كتقلب على حجم كبير باش تكون مرتاحه. وجاوبتها ايفانا بلي في هذيك اللحظه كانت كتهضر على البيرو اللي كانت كتقلب عليه، ما كانتش كتهضر على ليو. وقالت لهم بلي ليو كتبغيه بزاف وكيف ما هو، وقالت لهم اذا هذا هو السبب علاش ليو تبدل عليها. وهنايا باباها دافع عليها وقال ليها بلي حتى واحد ما عنده الحق يدخل في حياه بنته. وهنايا جاتو الدوخة وسخف ودغيا داوها للسبيطار وكاملين مشاو معاه. في ديك اللحظه وصل ليو لبلاصه ديال العرس وعرف بلي بابا ايفانا مريض ومشى للسبيطار، وكان كيتصل بها ولكن التليفون ديالها خلاته في العرس. وملي وصل لقاهم كاملين مجموعين عليه، دوز لبابات ايفانا
وقال ليه بلي هو بخير وما عنده والو، بلي الماكله اللي كثر هي السبب في هاد الدوخه، وهكذا قرروا باش يكملوا داك العرس في السبيطار. وهنايا ايفانا ملي كانت كتخطب في ديك العرس ديال خوها، قدام الناس كاملين اعتذرت من ليو وقالت ليه بلي داك التسجيل اللي سمع راه ماشي عليه هو، ولكن كانت كتهضر على البيرو، واعترفت ليه بلي هي كتبغيه بزاف. وليو كان فرحان ملي سمع منها داك الهضره، وكلشي تصفق ليهم حيت رجعوا لبعضياتهم. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم وشاركوا في القناة باش تدعموني، وفي نفس الوقت يوصلكم كل جديد، وشكرا.